جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ودعونا الآن نفتح صيدلية الطبيعة لنلقي الضوء على فوائد الأعشاب الخضراء والمجففة اليابسة وغير ذلك. ويسرنا أن تكون معنا خبيرة التغذية الأستاذة ثواب الغبرة للحديث حول هذا الموضوع. يسعد لي صباحك أستاذة ثواب، وأهلا وسهلا فيك، منورتينا. يا أهلا وسهلا، ميت أهلين. يعني أنا أول المستفيدين من وجودك معنا، وقت بتكوني ضيفتنا عن جد كتير بنكون مسرورين وبنستمتع بالحديث مع حضرتك، ونحن اللي بنستفيد من وجودك. فنحن دائما هيك بس تكوني ضيفتنا بنتفائل، انه احنا نعرف اليوم معلومات جديده بالتاكيد. تفتحوا الاب لي على المقدمه. الله يحييكم يا اهلا وسهلا فيكم. استاذه ثواب، يعني كثير منا بيكون عنا من الاعشاب الكثير بالبيت، بنجهل اكيد فوائدها، يمكن حتى بنستعملها احيانا بغير استعمالات ما نكون عارفانين، بس هذا اللي بنسمعه من العالم، من الجاره، من فلانه، من صديقه. فاليوم نعرف منك عن بعض الأنواع الأعشاب. أكيد ما حنقدر نلم بكل الأنواع، ولكن الأكثر أهمية وخصوصا في هاي الأيام، حكينا مع الأرصاد الجوية قالوا لنا جايتنا برد مرتبة برد. يعني فشو رأيك نبدأ بهذا الموضوع والأعشاب اللي ممكن نحن ناخدها لخلية تعطينا هيك شوية مناعة؟ اليوم كتير في أمراض بالتأكيد، وما بعرف إذا في أعشاب ممكن تساعد إنه الجسم هيك يدفى شوي، شو بتخبرينا؟ هلا بالبدايه، هلا نحن في عنا شيء اسمه دخل الطب الشعبي المتوارث عن جدتي وستي وهالامور هيك كلياتها. صحيح. الطب الشعبي طب رائع جدا ومحترم جدا، لكن الفكره فيه تدخل فيه اخطاء شائعه جدا. بيرمم العلم وبحيث انه نزيد ثقافتنا ووعينا بهالقصص هي. نعم. بالفعل هلا كل العالم بتعرف قديش مهمه هلا بهدايات هي. عندي اياها مثلا عده نباتات، منها اهم القرفه لزياده عندك يا معدلات الحرق، لزياده رفع درجة الحرارة الداخلية اللي هي بسرعة بتوصلنا للحرارة الصح اللي هي 37. قديش مهم انه مثلا اني انا قشور الليمون والبرتقال ما ارميها بهذا الفصل الرائع، لانه هي تحتوي على كنوز بمعنى صيدلية متكاملة بنقدر نحطها للتخسيس، لمهاجمة البرد، لرفع المناعة، حتى ما يصيب المرض هذا الشيء. بالبداية للسريع حتى نكون عنا أهم النباتات والأمور هي كلياتها، أنا بدي ركز على قشور الحمضيات اللي هي الليمون، البردقان، اليوسفي، كلها هي نحاول نجمعها بعد ما نقشرها. الخطأ الشائع عنا مثلا نحن عنا قديش سمرة الجريفون مهمة، بنقول إنه هي بتنحف، بناكل المادة اللي هي بتزود ترفع الأنسولين، وبنرمي اللب اللي هو خافض للسكر، والقشر اللي غني باللحافة اللي بترفع المناعة. نعم. فهي الأمور هي كلياتها جايين نعمل سبوتات عليها، بحيث إنه نحن ما بنتخيل إنه نحن كيس الزبالة هو اللي تليان الدواء، والمواد اللي هي لازم ترمى بالنفاية هي اللي عم تفوت لأجسامنا. لا، رغم إنه نحن كتير نعرف وبنتثقف من وراء هالأمور هي كلياتها، فجايين شوي نعمل هالسبوتات. يلا أضيئنا عليها بسرعة. اول شيء بالبدايه اكثر شيء نحن بنقول قشر الليمون هو منظم مناعي رائع، كثير بيفيد لخفض السكر، بيعمل عندك يا عمليه رفع للكريات البيضاء التائيه. اذا هجم البرد على البيت، اول واحد رشح لازم البيت كله يحتفظ بقشر الليمون، ياكل اللحافه الداخليه. هلا بالفصل هذا منتشر عنا الليمون البلدي، فينا ناكل الليمونه بقشرتها. النقطه الثانيه بالنسبه لي، الليمون اهم نقطه في انك انت تضعي بعد ما تغلي المي تنزلي شرحة الليمون بالنسبة لنا. هلا حتما فيتامين سي بيتخرب بالحرارات اللي فوق 60 درجة مئوية، لكن هناك بعض المركبات رائعة جدا، لذلك أنا بحرص على إنه وضع قشر الليمون وهو هي المي فاترة. فهيك بتلاقي حالك أخذتي كتير فوائد منها لهي القشرة، فيها مادة اسمها النانورجين قشر الليمون، ومادة الليمونين. هي المواد هي كتير رائعة جدا لعملية تنظيم المناعة، تخفيض الوزن، خفض السكر، خفض الكوليسترول، هالامور هيك كلياتها. نحن بنسمع استاذه ثواب، عشان انا يعني معك خطوه بخطوه، يعني اكيد المشاهد بيخطر بباله هيك سؤال، لانه نحن متعارف عليه بنقطع الليمونه مثل ما هي وبنحطها بالمي السخنه او بالشاي. بالضبط. فنحن بناخذ القشر ولا ما بتفرق؟ بس يعني الخطا الشائع انه مو هو عم تغلي، يعني هلا القشره كثير فيها زيت عطري.
حلو كتير. هلا دخوله مع الغلي والقصص هيتبخر هذا الزيت العطري. معظم هالفوائد هي كلياتها عندك اياها عم تكون بزيوت العطريه للنباتات الطبيه. الشيء الثاني نحن بنكون عندنا نبات طبي مثلا مثل الميرميه، مثل مثلا النعناع، مثل هالامور هي وصلى يعني سنه سنتين، هلا باي منتج طبي بيعملوا له مده صلاحيه، هي فقدت فعاليتها على المدى الابعد. لذلك انا بقول مثلا انت بدك تاخذ بذر كتان تاخذ فائدته هلا دقه وهلا اشربه، يعني ما لا تحطه ندقه وتحطه بالمطربان وتنساه، ولا تاكله بدون ما يكون دق مشان انت تكون عندك يا انك اخذت الفائده هي. نفس الشيء حبيت البركه، الامور اللي عندها زيوت عطريه في حال نحن بنقدر ناخذها من دون غلي من دقه فورا بناخذها. اما اذا اجتنا مدقوقه او هالامور هي كلياتها راح فاقده قسم من فعاليتها رغم انه بتحافظ على شويه فعاليه. الفكره الثانيه انا بالنسبه لي طريقه التجفيف الامور الرطوبه على طول تفقد النبات الطبي فائدته الصحيه، والتجفيف وتركه لمده كبيره كمان تفقد فائدته الطبيه. لا حسب انا هذا النبات انا شو عم باخذ اقنه. اذا الزيت العطري برجع بقول انه ما لازم يتعرض للغلي كثير، فانا الامور هي ثقافه بنقعد بنغلي 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 بنفكر انه الماده يعني تاخذ فعاليتها اكثر. انا بقول اي نبات طبي حتى ما نقول هذا بده غلي هذا ما بده غلي هذا طحنه هذا لا تطحنه، اي نبات طبي بدك تاخذ فائدته حاول انك تحطه بدرجه حراره شاي فاتره، يعني بين درجه 30 درجه حراره جسمك. نعم. وبتتركه فتره معينه اكثر من 10 لربع ساعه نقعا. هذا المستخلص النباتي الهي. الشيء الثاني يتعرض للسمار اللي هي مو فقط مثلا نحن اي انسان عنده، نحن باحياء دمشق عندنا شجره نانرج كبات، ورق النانرج، هالامور هي كلياتها ما راح تكلفك شيء اذا غسلتها وقطفتها من هالامور هي وزتيتها على ال- 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 الشاي اللي بعد ما برد شوي. يعني هلا ورق الزيتون تليان هنا، ورق الزيتون لك بالشوارع شجر الزيتون هداك تفاجأت، طفلك كم ورقة ونزلها على هالقصص هاي. التعرض المستمر لهالنباتات هي اللي بتجيب فائدة وبتغنيك عن الدواء والوقائيات. حلو. إذا رجعنا للبرد وهالأمور هي حتى نستعرض على السريع، أنا بقول من أهم قائمة الهي إن قشر الليمون قشر البردقان بالنسبة لنا. دخل البرد وهالقصص هاي كلياتها بناخد يوميا عنا يا بردقانتين بلحافات ونضربهم بالخلاط مع موزة، ما منحاول نحط لهم سكر لأنهم هنا حيحلوا بعضهم البعض. هاي دواء رائع جدا لرفع المناعة لقتل القريب. والقصة الثانية الليمون الساخن مع قشره اللي هو قلنا الماء القشر بينحط على الحرارة بعد ما تبرد المي بالنسبة لي رائع جدا لقتل القريب ورفع المناعة. حلو. إذا جينا للقرفة، القرفة رائعة جدا تحتوي على خواص كتير منشطة للدم، بتحفز العصارات الهاضمة، خافضة للسكر، للناس اللي عندها برودة أطراف تعب أعصاب. القرفة ما لازم تغادر الغذاء الصحي لنا، رشان غليان هالأمور هيك كلياتها. بكل الحالات أستاذة ثواب نحن بنسمع أنه مثلا مريض كذا ممكن ما اخذ بس رفع او حالات معينه لامراه ممكن حامل او هلا نحن اكيد بنعرف انه للقرفه للحمل نعرف انه القرفه هو نبات مطمس اكيد ما بدنا نفوت فيه بفتره الحمل. والزنجبيل نفس الشيء. الفكره الثانيه المنقوع تبعه، هلا قديش الزنجبيل بيعطوك انه هو بيرفع ضغط بيرفع ضغط، منقوعه ابحاث علميه باوراق عالميه بمجلات علميه محترمه اوجدت انه هو ما منقوعه لا يرفع الضغط، مغلي ممكن يرفع الضغط تماما. فالقصة هاي منقوع الزنجبيل كتير بدنا نركز عليها اني انا انقع الزنجبيل واخذ ماء ومو ضروري الغلي تبعه لانه يفقد من نسبة كبيرة من زيوت الطيارة بالحرارة. النقطة الثانية نرجع للقرفة، تناولها عنا يا خافضة للوزن خافضة للسكر، بتنظف الشرايين مقوية لعضلة القلب، اللي عنده برودة اطراف كتير بفيده. النباتات اللي بيهمني امرها كمان انا بالنسبة لي بذر الكتان معروف هذا بالنسبة لي يحتوي على مواد صمغية رائعة لتنشيط الهضم بالجهاز الهضمي، خافض الكوليسترول. لكن مو مستساغة أستاذة ثواب يمكن ما هي؟ هلأ شوفي كثير بنسمع، أنا ما جربت يعني بس بسمع أنه في ناس جابوا وما قدروا يعني مو مستساغ عندهم. هلأ في مو مستساغ فيكي عندك كيف بدنا نمرقه؟ تطحني وترشي على الجبنة مع حبة البركة كثير على فكرة ماله أي طعمة على فكرة ماله أبدا. لكن أنا مثلا تحطه معلقة بتمي وبدي أبلع كاسة ماي بحسه مثل وصفة الدواء.
ما افتحي اطرمي زيت زعتر وحطي لي شويه من مثلا شغلات حبه البركه للاطفال للامور هي، للناس اللي بتسفسف كورتيزونات وادويه نفسيه، يعني هي الاشياء كثير مهم انه يكون في عندي حبه البركه داخل غذائنا، هي القصص هي كلياتها، حبه البركه برجع بقول اذا بدي استخدم فعاليتها اكثر، وقت بدي احطها بتمي بدقه وبفوت على جسمي. الفكره اللي كثير بيهمني امره السمسم، المواد هي بيقولوا لنا قديش مطحون مو مقشور محمص مو محمص، اكيد وقت بتحمص بيفقد شيء فائدته، لكن وقت انا ما عم استسيغه وهو ني انا فيني كمان حطه على الزعتر بنسبه عاليه بحيث انه هو بيرفع النمو، معدلات النمو السمسم، يعني في اشياء بتزود عندك يا قوه المفاصل للكبير السن، هالقصص هي غير هي الحليب والاجبان والالبان، فهي الامور هي كلياتها لازم نتبعها. حلو كثير استاذه ثواب، نحن كلياتنا اكيد امهات بناكل هم ابنائنا الصغار صباحا وقت بدنا نبعثهم على المدرسه، في هلا في امهات بيشربوا ابنائهم صباحا زهورات او بيعودوهم على نوع معين بيشربون يا بيعطوهم، يعني اعتقاد منهم انه ممكن يدفيهم على الطريق، شو بتنصحي الامهات صباحا يعطوا ابنائهم؟ لا انا بالنسبه لي انا كثير بايد مشروبات البابونج، البابونج جدا صباحا رائع خاصه لنزلات السعاله اكثر من نزلات اي اعشاب ثانيه، لانه قابليه الاعشاب احيانا لرفع الهستامينات بالقصبات الصدريه عاليه. نعم. الشيء اللي بيهمني امره الزهورات الشاميه، الورد الشامي هذا كثير رائع اذا عودنا اولادنا على اللي هي عواضد النسكافيه او الكافيين او الامور هيك، مشكله انه صايره حتى عند الاطفال بعض العادات الخاطئه، يعني انا استغربت هلا يوم بفيق الولد بلاقي بريق بريق الزهورات الشاميه عندك اياها على الصوبيا، بس هي بدها تكون عاده عند الاهل كمان بالضبط. استاذه توب يعني مو الاهل اللي عم يشربوا النسكافيه والقهوه والهي، شوفي ما بدنا ننصر على بعض، انا بحد ذاتي بستقبل صباحي فنجان قهوه يعني ما بدنا ننصر على بعض، بس القصه انه مثلا باب يعني انا ما عندي مشكله ابدا اشرب فنجان مثلا زهورات قبل فنجان قهوتي، يعني وين المشكله بهالقصه هي؟ القصه الثانيه اللي بالنسبه لي خاصه اذا هجم نزلت اخوه صار عم يسعول، ليش ما انا احط بابونج مع شويه زعتر بري وشربه لهالولد، حتى لانه الزعتر البري ما حيرد عليكي كطعمه محببه، لكن البابونج طعمته جدا محببه. هي الشغلات اللي هي عم يصير عندك يا خربطه الهرمونيه عند النساء. ليش مو الصبح انا احط مع فنجان الزهورات شويه مردقوش، هذا النبات منظم الهرموني احسن ما سفسف حبوب الهرمونات والمنظمات الدوره الشهريه هي اللي عم تخلي الانثى تتحول ب 10 كيلو بين باستعمال كورس لكورسين بين الادويه. هالاشياء اللي هي رائعه جدا كاستخداماتنا، مو ضروري يعني مو غلط اني وانا عم بتصفح النت وهيك افتح على موقع علمي صح مرجعيته اساسيه، ما اخذ هالوصفات من جارتي وستي وعمتي، هي بعثت لي رساله على الفيس او على الواتس انه انا شوفي هذا اقرا قبل ما حتى النباتات الطبيه، هو علم. انا مثلا وصف لي وصفه من نباتات طبيه اجتني على من منتدى نت من واتس، افتحي وقري عنها قبل ما تشوفي، لانه كمان النباتات الطبيه اثار جانبيه، يعني كمان في استخدامات لازم ننتبه عليها، يعني مو لانه هي عندك يعني، لكن كون نحن عم ناخذها بخلاصات مائيه وبتراكيز معتدله ورب العالمين ما بيحط كل شيء الا بقدر، صناعه رب العالمين غير صناعه البني ادمين، فانا بلاقي انه هي امن سيفتي اكثر، لكن مو غلط اني انا حفز فعاليه هالنبته هي فاتي على جسمي. صحيح. انا شلون اخذها بالفائده هي هلا القسم الفعال فيها اني يعني نحن انا مثلا أنا بستغرب العالم بتطلع بلاقي زبالة الجريفون كلها رايحة على الهي، وهي هي المواد اللي بتفيد خفض السكر، والمادة اللبية اللي بترفع عندك ياها سكر الدم هي اللي عم تتاخذ. أنا ما عم أقول شيلوها كبوها، بس رب العالمين غلفها لتاكلها حتى لو فيها مرار، ما غلفها عن عباس، أنت وقت بتنزع من هي المادة الموازنة للهي، رب العالمين وضع على يوازن نسبة السكر. صحيح. بين لبة وبين قشرة، فانت وقت بتكبها هذا شيء غلط. هلا بتنزع لك طعمتك نزعتها من لبها، بعد ما تاكلها كلك لقمتين من هذا القشر المر، هذا القشر اللي بيفيد لتنزيل الوزن ولخفض الكوليسترول وهالامور. يعني هذا اللي بدي اسالك عنه، كنت تنزيل الوزن يعني شتاء تعاني السيدات استاذه واب من زياده الوزن، يمكن من قله الحركه، يمكن ما بعرف يعني شو اسبابها، ولكن نحن اليوم بيسالونا انه اذا بدنا نخفف يعني في شيء ممكن نحن نشربه مساء
مساء نغلي نشربه على الريق، شو بتوصيهم؟ هلا سيدي العشاء بتخفيض الوزن هو الشاي الاخضر يلي بالنسبه لنا عندنا يا بعض اوراق اللي نحن بنقول النعناع البري. الامور اللي بيهمني امرها ثالثا هي من احفظ اكثر انواع الاعشاب منخفضه للوزن هي الميرميه. برجع بقول هدول الخلطات عندك ياهم في حال انا مثلا ما استسغت طعم حدا نكهت شيء بشيء انا كثير بستفيد. هلا في اعشاب شائعه انه هي خافضه للوزن مثل اوراق السنا مثل السنمكي اللي هي المشهوره، رجل الاسد، الامور هي كلها لخفض الوزن الها فتنه بالتخصص النباتي الطبي جدا اللي هو بده خبير. الفكره اللي انا بقول انه يوميا شاي اخضر مع شويه ميرميه بالنسبه لنا عندك مع بعضهم البعض ما بينزعوا الطعمه، وورقتين نعناع اخضر فريش هدول بالنسبه لنا غلينا المي حطينا معلقه الميرميه معلقه الشاي الاخضر معلقه كم ورق نعناع سكبناهم عليها وهي ساخنه هي الاوراق بالنسبه لان حليناهم بشويه عسل اخذناهم، هذا كثير وصفه خافضه للوزن. حليناهم بعسل يعني مو سكر عادي؟ هلا نحن بنقول نسأل الله أن الله يكرمنا بعسل صح بعسل صح، لكن أنا برجع بقول ما بدك عسل ما بدك شيء بسكر قليل لأنه أنا إنسانة واقعية لا بدي اقول له انا معلق سكر يعني كنت معلق سكر روحت كل شيء ممكن في ناس بقول لك ما بقبل خلاص الخافضه للانسولين كلها روحتها صحيح. فانا ما بدي اكون نضحك على بعض ما انت اخذها لتخفض الوزن. بعدين هلا شيء اسمه نسبه السكر هي عاده مثل الرياضه. الحليمات الذوقيه اذا اعطيتيها تركيز عاليه من ملح او سكر بتتنبل وبتصير بتحتاج لتركيز عالي لتعطيك الطعم اللذيذ اللي انت ممكن تستمتع فيها. اما اذا عودت حليماتك الذوقيه على تركيز قليله باول فتره بتنزعج وما بينفرز الدوبامين اللي ناتج عن الطعم الطيبه صح. لكن بتصير بتشتغل الحليمات الذوقيه بتركيز قليله بتصير وقت تيجي بتحط تركيز عالي عن جد بتحس حالك انك انت نزعت الاكل. يعني انا بالنسبه لي الحليمات الذوقيه برجع بقولهم مثل عضله عم تدربها تدرب على شيء اسمه سكر قليل بتلاقي السكر القليل من اجمل الطعمات صحيح. سكر على ملح قليل بتلاقي الملح القليل من اجمل الطعمات. تعود على هي مثل ما بيقولوا بيك تكسل بدها تركيز عالي لتطالع الاشاره اني انا هذا انا اعطاني الطعم اللي انا صحيح. في كثير ناس تكون متعوده على شرب القهوه حلوه بعد فتره بتلاقيهم عم يشربوها ساده وما حدا تقبلوها لا كان حلوه يعني طغى طعم القهوه الساده عليهم لانه تدربوا على هالطعمه اذا اجت نزعتهم تركيزهم فما جابت وظيفتها فبيقولوا بيستغنوا عن السكر كله. يعني هي القصه كلها هي فقط برامج انت صنعتها بنفسك داخل دماغك، اما هي مو انه ما بتجيب لك الطعمه. ونفس الشيء التدخين، يعني هي الاشياء هي بالنسبه لي الله يبعدهم عن التدخين والاراجيح خاصه انا هلا بمنبر انا بتمنى فضلي. رساله للنساء اللي هي هلا عم تنتشر الاراجيل بالشوارع وصارت ثقافه شعب للاسف. انا يؤلمني وقت بشوف بالشوارع سيداتنا والمحجبات بالذات طالع منهم بربيش ارجيله. يعني انا بغض النظر انا ما عم اقول لوم اني انا هذا هو المنفس ولا لا، بس هذا ثقافه نشرتيه بشكل انه صارت هي عادي غلط جدا بين شعوبنا. بما انه وجهتيها للسيدات استاذه ثواب اعطيهم بعض المخاطر. أيوة. بما انه وجهناها للسيدات لانه بنسمع انه حتى اضرار السيدات زياده تحمل السمية تبع الأطران تبع الأرجيل. نحن عندنا هرمونا اللي هو اللي لازم عنده يكون هو الضابط هو الاستروجين. نحن مو مثل الذكورة، يعني الرجل عنده هرمون التستوستيرون البنية الأساسية تبعه عضلية. نحن أول شيء منشيخ من هاي المواد بغض النظر نحن بدنا نحاول إنه نقنع رجالنا إنه هذا الشيء غلط مو ننشره. النساء صارت تتأرجل ببلادنا أكثر من الرجال صح. وهذا الشيء مؤلم بالنسبة لي. ثقافة شعب هي يعني صارت إنه منشورة على الطرقات ويعني وما عاد في فرق. نحن كنا يعني الأنثى المحجبة هي مثال لكل شيء، هلا ما عاد صفي. يعني لا عم نحترم الإشارب اللي حاطينه فوق راسنا مو لأنه نحن ما بنغلط كلياتنا بنغلط، لكن نحن عنا يا مثل ما بيقولوا نحن علامة لشيء اسمه ثقافة الإسلام. فهذا ما بيصير إنك أنت لا وعيا أنت عم تنشري إنه هذا الشيء صح لجيل أصغر وأصغر وأصغر فهذا شيء مؤلم. الشيء الثاني حتى ما ننظر حكي وما نعطي شيء يقفل هذا الموضوع، من أكثر النباتات اللي بتخليكي إنك أنت تأقلعي عن التدخين هو الطماطم البندورة اللي فيها النيكوتين التعويضي. هلا عم نستنى
شوي يصير البندوره بلدي ببلادنا وترخص شوي. عصير ايوه عصير الطماطم بالنسبه لي بيعمل عندك يا شربه يوميا فنجان بيخلي طلبك للنيكوتين بشكل نسبه اقل وان شاء الله تكون كمان نصيحه مفيده للرجال كمان حلوة. وشرب شويه مي قبل التدخين وبعده كمان بيمدد نسبه النيكوتين بالدم فبيفصل هذا العامل اللي هو متعودين عليه على طلبه كل عن قليل. طلب هذا حلو الشيء. حلوه النصيحه هي استاذه ثواب ايضا بنحكي عن السبانخ مثلا اليوم موجود بكثره اكيد دائما بنعرف من وقت ما كنا صغار انه السبانخ يعني حديد فورا يعني مرتبط عنا هذا حتى ببرامج الاطفال كمان فنحن اليوم بدنا نحكي عن السبانخ واهميتها وسؤالي انه الحديد موجود ايضا مثلا بالجرجير اذا بدي اقول بالكرفس يعني النباتات الخضراء بشكل عام ولا الاكثر تواجدا بالسبانخ شوف هلا الحديد المتواجد بالسبانخ هو حديد لا عضوي يعني بشكل بريقات اللي بدها ترفع مخزون الحديد تبعها انا بقول قطعه لحمه هبره شوي اذا كان متوفر المصادر صفار البيض بيرفع المخازن اكثر لكن فائده الحديد النباتي هو شغلتين اولا بيعمل عندك يا رفع لشيء اسمه اصطناع الكولاجين داخل البشره يعني انا اذا اجى حدا عندي طفل فقر دم وهيك ما ضيع له وقته بالحديد النباتي باخذه عن طريق التمر والدبس والامور هي كلياتها ونوع من انواع الدبس ببلادنا مشهور اسمه دبس الخرنوب بيرفع المخازن الحديد لكن اذا بدي غذاء متوازن لاشياء انواع من الحديد بترفع صناعة الكولاجين والامور هي كلياتها للرياضيين للشي الناس اللي انا بالنسبه لي للناس اللي هن النباتيين اللي هنا ما بيقدروا يقربوا على المشتقات الحيوانية فبلاقيها مصدر كتير رائع للحديد الفكرة الشائعة انه الشاي بعد الحديد وانه هذا بيخفض الحديد بيخفض امتصاص الحديد النباتي اللي هو العضوي الموجود بالوريقات تبع السبانخ تبع البقدونس تبع الخس تبع الأوراق الخضراء بشكل عام السبانخ نبات رائع جدا لكن انا بدي انتبه برسب املاح بالكلى شوي فهو والملوخيه، الملوخيه نبات كمان رائع صحيح. اكله محببه ببلادنا رائعه جدا للناس اللي عندها تقلوحات معويه. لكن بدك تعرف انه الشرب المي مباشره بعد هذا المي بيعمل سوائل محتبسه بعد الهي، فالناس اللي عندها مشاكل غده درقيه بتتنفخ، الناس اللي عندها مشاكل كلى بتتنفخ، الناس اللي عندها مشاكل ضغط بدنا ناكل هاي الاكلات على دفعات، تمام؟ شرب الماء بعد ما يجي مباشره حتى لو كان عندك يا عطشان المريض. تمام او عفوا المشاهد الفكره اللي بيهمني امره الماء كثير مهم بعد هي الاكلات لكن مو على دجه واحده هي النقطه المهمه اللي عندنا هي شائعه خطا لانه نحن بنقول انه اللي معه رمل يكتر فورا شرب المي مشان انه يعني ما يتضايق لو انتبهتي برمضان ما بيعمل عسر هضم او سمنه ليش لانه بيجي فرد دفعه بعد فتره عندي انقطاع فبيعمل عندك يا ضرب لشيء اسمه تركيز العصاره الهاضميه الشكل السليم لانه سلسوني طعامك سلسوني شرابك سلسوني نفسك صحيح. دخول الماء احيانا انت وقت بتخلصي الطبخه ودخلتي بعد ما استويت وتعقدت دجيتي عليها قنينه مي نزعتيها لذلك انا بنبه بهالاكلات هي شرب الماء على دفعات النقطه الثانيه اللي بدي اقول عليها نحن في شائعه صح كمان نحن بنعصر ليمون على الاكلات هي وهي رائعه جدا لانه بتزيد امتصاص الحديد فيها هي الشيء اللي بيهمني امره كمان هالمأكولات الهند بالسلق كمان ندخلها الخبيزه الامور هيك كلياتها برجع بقول بس فقط عنا قصيت الاملاح تبعها الاملاح الأكلة الاملاح شو بنقول بيفرح على حاله اني انا بشرب مي بيكون بعد الغداء نزل على الحنفيه وغبل لي المي بعد الغداء العطش هو اللي طالعك المي الصحيه اللي انت وقت انت بتفوت على جسمك وبتغسل جسمك فيها مو اللي عطش من كتر ما تعب الجسم من وراك هو قال لك قوم اشرب بقى انا ما عاد عندي مي العطش هو انذار للجسم انه انا بدي حاله مي طارئه فانت وقت بتحس حالك راحت فتره قسم العطش لا تغب وتزعج بطنك خذ نفسك وهيك رجع غب قسم ثاني ومع الاكل استاذه بيرجع بقول سيدنا رسول الله علمنا نسبه صح والسلام. فيني اشرب قبل بعد بحيث انه عندك بحط قاعده تلتون سلسوني طعامك سلسوني شرابك سلسوني نفسك في ناس ما بتستزيغ الطعام دون ما تكون عم تشرب شيء بسيط ما بتحط الماء على الطعام بيعودوا ابنائهم انه عاده خاطئه شرب الماء مع برجع بقول عمليه شرب الماء او اي شيء كويسه جدا لمزج الطعام بنسبه صح يعني برجع بقول كيف انا وقت بطبخ طبخه ما بقدر زيد عن حد ولا بقدر ناقص عن حد يعني ما فيني انا اطبخ مثلا طبخه عندك اياها بدون ما انا رش لها شويه مي يعني مرقت اي شيء بدي احط مي لكن ما بقدر زيدها
ولا بقدر نقصها. حلو كتير. آخر سؤال، بما أنه حكينا عن المياه أستاذة ثواب، أو حتى رسالة للي عم يتابعونا، كتير ناس بتنسى حالها بفصل الشتاء، بيمرق يوم كامل وما بيشربوا مي، نصيحتك لإلون قبل ما نقفل فقرتنا. طيب. هلا معروف يعني أي إنسان ماله مشغول حيتذكر الطعام. السيدات بتتقاعد بتلاقي حالة زاد وزنها، قلت الحركة، ما الإنسان إذا ما عنده شغل يشغلوا عن الطعام، فورا الطعام بيعطي إشارات جوع، إشارات تسلية. نحن ببلادنا تسليتنا هي الأكل بكل الهي. أي إنسان إذا بدي يكون أنا، اشغل حالك بشيء قبل ما هي عندك 3 وجبات بدك تاكلهم كلهم. النقرشة بعد فترة من معينة في مدارس طلعت انه الوجبات السناكات الخفيفة بتأذي عملية الأيض، لذلك هلأ طلع مدرسة تحكي عن الصيام المتقطع قديش مهم انك تخفضي انسولينك للخلية ترجع تنظف حالها. لك حتى بالصيام رب العالمين بيعطينا فترة حتى الماء بيمنعنا عنه، حتى تطالع الخلية كل شيء عندها سموم نفايات هالقصص هاي تغسل حالة بحالة. فعنا فترة حتى الماء رب العالمين منعنا عنه بفترة معينة مو على طول اليوم. فنحن في عنا شيء انك تعرف انه انت وقت بتخلي خليتك ما بقى كل شغلتها هي بدها تتعامل مع الداخل، مع الداخل وقفل الداخل لتنظم اللي جوا. فهذا صحيح. كتير بيهمنا امر الصيام المتقطع. انا السناكات امتى بتجي؟ وقت بينشغل الانسان، وقت بيفضل الانسان. فانت ما دام عندك اشياءك انت بتخلق اشياء معينه تساويها، هلا مو وقت الاكل، لكن انا اذا قاعده مقطوعه الكهرباء وبرد الدنيا وحاطه مسلسل وقايمه مسلسل، يعني شو بدي انا اتذكر غير الاكل؟ غير الاكل يعني. فهذه الاشياء هي اكثر شيء بيدرب الانسان حاله عليها بتزبط. الشيء الثاني القواطع الشهيه البسيطه الطبيعيه، شرايح الليمون بين الوجبات بتقطع. هلا انا فيني اعطي كمان معلقه بنسف قبل الوجبه، كمان قاطع شهيه طبيعي امن كثير، بيقفل المي وبيخليكي لساعتين تطلبي الاكل. البيض المسلوق على الفطور بيعطي مدد، ما بيخلي الانسان يجوع لبعد 8 ساعات. شوفي المعلومات السريعه اللي اعطتنا اياها الاستاذ ثواب وافادتنا، عن جد سررنا جدا بوجودك معنا. الله. شكرا لحضرتك استاذة ثواب الغبرة، نورتي صباحنا ويسعد لي صباحك من جديد. يا أهلا وسهلا. شكرا لك.